لو معايا الأستاذة دينا عز الدين ذو الفقار العاملة في مجال حقوق الرفق بالحيوان، لو معايا دلوقتي أستأذن حضرتك يا شيخ سويلم تكون معايا دقيقة. أستاذة دينا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. إيه روايتك عن الحادثة دي؟ بص، أولا طبعا تحياتي لحضرتك وللشيخ سويلم وكل حد. نمرة واحد، إن بطمن الشيخ سويلم كويس قوي إن اللي جانت بتقوم بيه من 2004 يا فندم هو المنهج العلمي المعتمد السليم القائم على التعقيم، يعني فقدان الكلاب لقدرتهم على التكاثر، وكله متطعم. فبالعكس ده بتقدم خدمة مجتمعية رائعة معترف بيها، ومعترف بيها تحت إشراف دايما العمليات اللي قامت بيها من عمليات تعقيم وتطعيم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وبالمناسبة ان دهب وشرم الشيخ والغردقة كلها مدن سياحية بتتبع منهج علمي معتمد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والغذاء. يعني كان في اشراف على النشاط اللي بتقوم بيه جانت؟ ده هو انا باشيد اولا بالهيئة العامة للخدمات البيطرية انها بتقوم بتطبيق المنهج العلمي لكن فقط في المدن السياحية. اوكي، والكلام ده ماشي من 2004. والشيخ سويلة ما احب طبعا، هو اكيد هناك عارف كويس قوي ان كل حاجة تمت بإشراف وتحت إشراف دايما المحافظة ورئيس مجلس المدينة. وبالعكس ده كانت بتقدم خدمة مجتمعية رائعة، وكل الكلاب مطعمة ومعقمة يا فندم. وهو ما يخافش ان هو بيقول دلوقتي ان الكلاب تطلع عليهم انها ما بتاكلش، لا يا فندم، في تعاون وتنسيق رائع صحي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وبشكر رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري جنوب سيناء دكتورة رهاب معانا، ودكتور عاطف مديرية طب بيطري دهب. الموقع كله يا فندم تحت إشراف ورعاية الطب البيطري ومعاه الشرطة المصرية حاليا والمحافظ والمحامي العام. اوكي، وكل الكلاب اللي هناك يا فندم بتتلقى حاليا اكل وشرب وكله، وجاري التنسيق طيب لنقل كل الكلاب لان انتوا عايزين الارض فاضيه. لكن انا بطمن يعني ايه حضرتك، يعني ايه انتوا عايزين الارض فاضيه؟ ما فهمتهاش دي. يعني الطلب كان اصلا ان اخلاء الارض تماما. يعني جانت كانت مأجرة الأرض دي كمأوى معتمد بيطبق منهج علمي بيخدم مدينة دهب من 2004 يا فندم. الطلب دايما من السادة اللي هم زي شيوخ القبائل وكده، هم مش عايزين مأوى هنا. أوكي، فكان بيحصل مشادات وكده دايما لجانت، ما بقولش من البدو يعني، لكن اهو بتحصل ومش عايزين الكلام ده هناك، مع ان ده كان بيخدم المدينه. يعني وانا طب عايز اقول حاجه اسمحي تانية لي يا برضه استاذه للشيخ دينا. سويلم، اولا بطمنه ده بالعكس الكلاب لا تتكاثر ومطعمه ومعقمه. نمره اتنين، كله بياكل وبيشرب دلوقتي، وان جاري التنسيق ان كله هيطلع. لكن انا بقول له كمان الكلاب يا فندم موجودة في مصر بحكم الحضارة والتاريخ من 5000 و7000 سنة، وهي دايما بتعيش في المناطق السكنية وبتعتمد في تعايشها على التجمعات السكنية، لأن انتوا كلكم محاطين بصحراء وحيوانات برية محمية بالقانون. فحتى وعلى فكرة كلمة داليا فاندم كلمة غير سليمة تماما، دول كل الكلاب دي شبه مملوكة، كلها مطعمة ومعقمة، والمفروض نشجع قوي الكلام ده. بس انا بطمن دلوقتي الشيخ سويلم وبقول له ان الكلاب خير حارس امين ومذكوره في القران الكريم طب ثلاث ما هو واضح مرات انه يا كان في فندم. حاجه غلط يا استاذه دينا، يعني والا ما كانتش تعرضت لهجوم من الكلاب جانيت. هقول لحضرتك بقى،
يعني بص سيادتك، انا سمعت ان لقائك مع وزراء الصحه بخصوص كورونا وكده. شوف حضرتك، المعلومات السليمه احنا نستقيها من السلطات. الى الان الى اللحظه، انا شفت التقرير المبدئي بتاع الصحه اللي حضرتك عرضته. أيوه. تقرير بيقول قد يكون وان مفيش الوفاه حصلت وبعد كده لقوا اللي هو النفش عند الراس عند الشعر او عند البق او كده. لا، الطبيعي ان الكلاب اللي جانت بترعاهم لما يلاقوها وقع على الارض بدم 100% هيحاولوا يفوقوها ويشدوها انها تقوم. ده انت الطبيعي، واي حد عارف ان الكلب لو لقى صاحبه وقع على الارض ما بيتحركش لوحده، بينط يعني على الكلاب صدره الكلاب دي كانت تنفس صناعي، لان الكلب دايما خير حارس. طيب يعني الكلاب دي كانت أليفة مش كلها، ولا يمكن انها تموتها، بالعكس ده هي لو هي واقعه على الارض بسبب حاجه الله اعلم. بشوف سيادتك لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي التقرير الطب الشرعي لسه ما طلعش. ده تقرير، ده التقرير اللي عندنا ده تقرير وفاه مبدئي، يعني ده اللي هو اول ما حصلت الوفاه يا فندم. الوفاه حصلت بين 4 و5 بعد. طب هسال حضرتك، هل في شبهه جنائيه من وجهه نظرك في هذه الحادثه؟ طبعا المنطقه يا فندم كلها كانت محطوطه، كلها كرايم سين، مش بس الحته بتاعت الوادي اللي هي المأوى بتاع الكلاب، وكمان الشقه بتاعتها كرايم سين. لان ولو حتى حضرتك قريت كويس التقرير المبدئي بتاع موظف الصحه اللي هو جه الساعه 5 الاولاني، قال ان الوفاه حصلت الاول وبعدين حصل اللي هي اللي هو شايفه حوالين الفم وعند الشعر، وبيقول قد يكون اوكي لا، ما مكتوب الوفاه حصلت الاول، ومكتوب ان في ضربه كانت في الدماغ او حاجه مكتوبه عند حضرتك في جزء من دوله. طيب كل ده بيحقق فيه، بص سيادتك احنا عندنا ثقه كامله في الشرطه المصريه بالتاكيد، يعني لو حصل حاجه يعني فيها شبهه جنائيه لابد انها هتظهر من خلال يعني الجهات الامنيه. مش عارف، طب خليكي معايا استاذه دينا. شيخ سويلم، رد حضرتك ايه على هذا الكلام؟ انا بسال بس حضرتك الدكتوره دي، انا بسالها بس سؤال واحد بس، هي امتى لجنه الطب البيطري راحت الوادي بالتحديد بالظبط؟ من امتى زارت الوادي؟ ولو حضرتك بتقولي من 2004 الكلاب دي بيحصل ليها تعقيم، كان جينات ثابت الوادي ده من 15 سنه، لان ليه؟ التعقيم ده الكلاب ما بتتكسرش، لكن هي بترعى الكلاب ازاي؟ الوادي مليان كلاب يا فندم، كلاب في ازدياد، ده معناته انه فيش تعقيم، ده معناته انه فيش لجان من الطب البيطري بتروح اصلا الوادي ده، ولو اي حد، انا براهنك اي حد غير جن دخل الوادي ده الكلاب هتنهاش ومش هتسيبه. هي عارفه جينات بس في الوادي اكلها وتشربها وخلاص، لكن اي حد تاني يخش الوادي صعب عليه. ردك ايه؟ انا مش عارف يعني ازاي احنا المفروض نشوف حل الموضوع، يعني مش ردك الموضوع يعني ردك ايه يا استاذ دين؟ يا شيخ سويلم يا فندم الكلام كله ثابت يا فندم، اكتر من 4 مشاريع تعقيم ثابته عندكم في المحافظه وباشراف الهيئه العامه لخدمات البيطريه بموافقه الشرطه، وعندي الصور وعندي المحاضر وعدد الفاكسينات والتطعيمات والتعقيمات، وانا بطمن حضرتك ومفيش، بالعكس اللي هي بتعمله عدم زياده في اعداد الكلاب. والكلاب يا فندم عشان اطمنك يا شيخ سويلم كلها بتاكل وبتشرب، كلها سليمه وبيتقدم لها اكل وشرب، وسيتم الاخلاء قبل يعني واحنا بنتكلم بيتم الاخلاء. ولو انا عندي في خلال ال10 سنين اللي فاتوا من 4 ل6 وقائع حالة كلاب هجمت على ناس في المنطقة دي، ومحاضر شرطة مثبوتة برضو يا فندم، دي واحدة هجمت على ناس كلاب يا فندم، ده بيحصل في كل مصر يا فندم. يا سعادة الشيخ سويلم بيبقى تصرف غير سليم من حد، وكمان ما بيحصل مليون تصرف برضو مثبوت ان برضو اجراءات غير سليمه من ناس. ازاي اسيب كلاب بالعدد ده في وادي مفتوح يا فندم؟ يا دكتور، يا سعاده الشيخ سويلم، ده حضرتك معروف عنك الحكمه هناك يا فندم، جانت يا فندم هناك بيتم يعني عمليات الحكمه. ماشي يا دكتوره، تعقيم يا شيخ سويلم، وكلنا عارفين ان حضرتك ليك كلمه هناك يا فندم، وانا بطلب من حضرتك تقف معانا في المرحله دي، احنا كلنا مع السلطات بنتعاون مع بعض، ارجو عدم المساس بالكلاب كلها متطعمه ومتعقمه، وسيتم الاخلاء. ومش معنى
ان زي ما حضرتك بتقول في شكاوى في كل مصر ان ممكن يحصل حالات عقر بسبب تصرفات غير سليمه او عدم توعيه. طيب. فاحنا نتعاون مع بعض يا شيخ سويلم، وانت ليك كلمه هناك يا شيخ سويلم. يا دكتور انا بسال، هو المحافظ سياده المحافظ امر كذا مره بان الكلاب دي يتشاف لها حل نظرا للزياده؟ يا شيخ سويلم ده انا منزله صور، نحن بنتهاجم من جمعيات الرفق بالحيوان، بنتهاجم من جمعيات دوليه طبعًا. نحن ما نقدرش نقرب من الحيوان بالكلب ده. يا شيخ سويلم عفوا، يعني احنا بنعرض دلوقتي صور للراحله جانيت وهي بتحتضن الكلاب والكلاب بتحتضنها، ويعني لا يبدو، يعني على حسب الصور اللي احنا شايفينها لا تبدو ان هذه الكلاب يعني شرسه. يعني بنطمنك يا شيخ سويلم اقف معانا. ما سمعنيش يظهر، ما سمعنيش. طيب استاذنكم، معايا مين يا جماعه؟ الاستاذ عبد الرحمن مكاوي رجع لي تاني. استاذ عبد الرحمن اتفضل يا فندم. استاذ عبد الرحمن دينا، المشكله مش من الكلاب بتاعتها يا دينا، الكلاب بتاعت جانيت عارفاها وهي كلها كلاب هاديه ما عندهاش مشاكل، المشكله من الكلاب الغريبه يا دينا. في حد، المشكله اصلا ما حصلتش في البيت، المشكله حصلت في الوادي، صح يا شيخ سويلم ولا انا غلطان؟ ليه؟ المشكله الحادثه الوادي ولا في بيت جانيت؟ المشكله حصلت في الوادي مظبوط يا شيخ؟ في الوادي، في الوادي. ايوه المشكله حصلت من كلاب غريبه يا دينا، المشكله في شاهد عليها، الكلاب اللي هجمتها مش كلابها يا دينا، الكلاب اللي هجمتها مش كلابها. يا دكتور عبد الرحمن لو سمحت، لا يمكن زي ما الشيخ سويلم نفسه قال ان حد مستحيل كلابها تقرب منها او تلمسها. بالظبط كده، مفيش الكلام ده يا دكتور عبد الرحمن. ايوه هي مش كلابها، مش كلاب اللي اذتها يا فندم. ما يقدرش كلب غريب يدخل والكلاب هتشوفه بيعتدي على جنك ويسيبوه، كان زمانه مقطوع. طيب معلش اسمحوا لي يا استاذ عبد الرحمن، يعني انا فهمت استاذ عبد الرحمن، انا فهمت من الاستاذه دينا ان في شبهه جنائيه في حادثه يعني وفاه السيده جانيت.